الفترة الأخيرة عمالين نسمع عن فيروسات كتير، شوية بيقولوا جدري القرود وشوية يقولوا فيروس أوروبوش وشوية متحورات جديدة، وطبعا المشكلة في كل ده إننا خلاص تقريبا بدأنا الدراسة، وطبعا ده بيخلي كل أم قلقانة على أولادها، خصوصا الأطفال الصغيرين اللي لسه داخلين مدرسة لأول مرة أو حتى لسه سنهم صغير ومش بيعرفوا إن هم ياخدوا بالهم من نفسهم. وبيكون أكبر سؤال بيشغل بال أي أم هو إزاي أحمي أولادي بشكل عام من الأمراض المعدية والفيروسات. ولأن الموضوع مهم جدا هيكون معنا دلوقتي الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بك يا ريهام. هنا حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله تمام. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه هي الأمراض اللي المفروض نخاف على أولادنا منها في فترة الدراسة وكمان الشتاء وتغيير الجو؟ حلوة قوي السؤال وبداية ممتازة. خليني أقسم مع حضرتك الموضوع لنقطتين مهمين. اتفضل. دايما في مدخل الدراسة وموسم الخريف بينشط عندنا بعض الفيروسات التنفسية، أشهرها وأهمها واللي بيضايقنا كتير قوي فيروس اسمه التنفس المخلوي. فيروس احنا ما بنحبوش وبيعمل أدوار شديدة شوية خصوصا في الأطفال صغار السن، الأطفال اللي عمرهم قليل أقل من عمر 6 سنوات. الفيروس ده بيبقى ليه موسم نشاط في الوقت ده، إضافة إلى برضو مش محتاجين إن احنا ننسى إطلاقا بعض الفيروسات المهمة جدا اللي بتنشط برضو في الوقت ده اللي على رأسها فيروس الإنفلونزا. أيوة طبعا. مهم جدا نبقى فاهمين إن احنا دلوقتي توطن معانا فيروس كورونا، يعني واحد طبعا من فيروسات البرد العادية اللي احنا هنمر بيها كل سنة، خلاص مش هينفع إن احنا ننساه. فقدام النشاط اللي احنا شايفينه من الجهة التانية خلينا نتفق ان هم كفتين، كفة فيروسات وبكتيريا وفطريات وطفيليات، في قدامهم كفة تانية هي جهاز المناعة او الجيش الرباني اللي ربنا خلقهن. فهل الفيروسات والبكتيريا ليهم نشاطات؟ ليهم نشاطات، وقدامهم كفة مهمة جدا هو الجيش. فاحنا يا اما هنعد الجيش منعتنا، يا إما أعدائنا اللي هم الفيروسات والبكتيريا هيكون ليهم القوة والقدرة على إحداث العدوى وإحداث المرض بكل عوارضه. أوكي.